السلام عليكم، مش اخباركم؟ كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع شي صاد ولا شي برد ولا شي شتا؟ حنا هاكا يوم يوم زوين ويوم خايب، جوعتنا بحالو بحال بنادم، جوعتنا بحالو بحال بنادم. ايوا ما عليناش، جينا نكملوا قصة البدوية وبناتها وبناتها، هاد البنات اللي زيدات في تمهم معلقة ذهب، زيدات في معلقة ذهب فمهم، داكشي على الشنتات. ولو تكوني زايدة في معلقة فمك معلقة الذهب، خاصك تكوني متواضعة، ما انكم فمكم عامرة خبيزة، راشكم عامرة خبيزة، ورادعين رادعين الخبيزة. انتو تواضع لله، انتو ما يدب اللي الشانتات، الناس اللي وقفوا معاكم والناس اللي عطات فلوسها ووقتها كل شيء، يعني وقفوا معاكم ماديا ومعنويا، انتم ما قدرتوش تقولوا للناس شكرا والله يكثر خيركم والله يطول عمركم ونعودوها لنا وقت زوينه، نعودوا لكم هادشي اللي درتو معانا، نعودوا لكم وقت زوين. انتما ما قلتوش هادشي، ولكن الغلط ما ديالكمش، الغلط ما ديالكمش، ديال الناس بقرع الليل اللي متبعينكم، الغلط ديالهم، الغلط ديالهم. لأنك كيقولك الله عز نفسك يعزك، دليتي نفسك الله كيدلك، انتم الله دلكم، دلكم لواحد الناس أغبياء جاو من ورا البقر، جاو من ورا البقر ودلوكم، ماشي هما اللي دلوكم، الله اللي دلكم، الله اللي بغاكم تدلو، بحال هذيك ديال الكازاوية، ديال الكازاوية المدلولة اللي كيقول لها الو كتصبع عندهم، اللي كيقولوا لها الو كتصبع عندهم، هاديك دالة نفس ربي دالة، علاش؟ على قبل قانا باش نطلع انا، واش قانتي انا طلع خاصني ندير نفسي الله ينعم، وهاديك القانا وديك المشاهدة اللي غاتجي من عندكم والناس اللي غاتجي من عندكم الله يحرق ديال النار، وما ندلش نفسي وما نطيحش نفسي وما نطيحش كرامتي الارض، فهمتو؟ فهمتوا يا الحوتالة؟ ما غندلش نفسي، بحال كنتي دابا طالعة كتبكي البارح وكتقول لهم بناتي، إلا أنك أنتي طربيت إيدك، لو ما كانش طربيت إيدك ما كانش بناتك يحتقروا الناس اللي أونهم ماديا ومعنويا، اللي عاونوهم ماديا ومعنويا تقروهم، ما تبقاوش تقولوا علاش ما طلعوش، لانكم خاصكم تلوموا نفسكم، خاصكم تخرجوا من عندهم باش هادوك الناس يترباو، ما ان عارفينكم ما تخرجوش من عندهم، علاش؟ وراك يعيروكم، كيعيروكم، عرفتي شنو هي؟ انسان انا يعيرني، انسان يعيرني
ونبقى نطلع لعندو بأنك معار. التليفون بيز لك سمحوا لي، عارفينكم مدلولين وعارفينكم وطلعوا عندهم ولو كي عيروكم، ولو كي عيروكم تطلعوا عندهم، ولو كي كذبوا عليكم تطلعوا عندهم، فهمتوا؟ بحال دابا راجا هما أغبياء وهما حمير وبقر وجاهلين وتابعهم بقر علال، الحمير اللي بحالهم تابعهم. دابا راجا كاينه في الحيينه، والحيينه ما فيهاش الكره العربيه كامله تقريبا، ما كيكريوش الناس، ما كيكريوش، عندهم ديورهم والاراضي ديالهم. اللي عنده شي ارض كاينوض كيبني فيها، كيبني فيها دار. دابا مثل بنت بنت الجاهلة بنت المسطية قالت لكم كرات، علاش كتكذبي على الناس؟ علاش كتكذبي على الناس؟ كتقول لهم مشيتي كريتي واحد الدار لقيتيها ربي سبحانه وتعالى، كريتي؟ لا لا ما كريتيش، شريتي. اشريتي في العروبيه لانه راجلك كان باغي يسكن في العروبيه وفي الحسين هذيك حيينه، الحيينه. دابا ياك ما تسحبي الناس، انا كنقول لكم في العروبيه، في العروبيه كاملين، لان حنا عندنا العروبيه وعندنا عائلتنا وعندنا ناس، وحنا حنا العروبيه راه ماشي. دابا كاينين واحد البلايص في العروبيه، دابا بحال هاد الحي، بحال هذا كيسكنوا فيه العائلات، معروفه كيسكنوا فيه العائلات في العروبيه، دار حدا دار، دار حدا دار. اللي ما كيكونوش عائلات في العروبيه كيكونوا بعاد، كيكونوا بعاد. هي شرات حدا شيخه، شرات تما، ما تقوليش اليوم ما كانتش عندك الدار في المدينه، لا عندك الدار في المدينه، وانا كنظن بعتي الدار ولا هذيك الدار كريتيها ومشيتي شريتي في العروبيه، لانه وجهكم وجه العروبيه ما بغيتوش تقدموا، لانه وجهكم وجه العروبيه ما بغيتوش تقدموا وتخرجوا من العروبيه. وقفت في الباركينغ، وجهكم وجه العروبيه ما بغيتوش تقدموا، بقى فيكم ديك الدم ديال العروبيه، هذاك الشيء علاش نتوما مبغيتوش تخرجوا من العروبيه. والله العظيم راه قلتي راه شرات راجا، شرات الحيينه، والغلا في الحيينه وفي العروبيه راه ما غاليش، راه 10 مليون 15 مليون تجيب ليها. انتي دابا ملي نطي عرضتي على خواتاتك وقلتي خواتاتي يجيو لعدي، اللي كيكري ما كيديرش الفران، ما كيبنيش الفران ويدير الدجاج، اللي كيكري ما كيربيش الدجاج ويدير فران، لان اي وقت تكاري كيقول لك خرج ليا، ورينا الكونترا باش كريتي ولا ما عندكمش حتى هي، شفناك ميكتي على الفلوس اللي مشاو لك من القناه ديالتك،
شنو كميكتي عليه؟ ما بقيتيش كتهضري على الفلوس، ما بقيتيش كتهضري واش دعيتي، فين وصلت الدعوة بينك وبين داك الواد اللي كان شادك القانة، فين وصلتي معاه؟ ما بقيتيش كتهضري بداك الشيء. يمكن لقيتي شي أغبياء صيفطولك الفلوس، ياك لقيتي شي جهلاء بحالكم وصيفطولكم الفلوس، داكشي علاش سكتي؟ داكشي علاش سكتي؟ باش تتنوضي تعرضي على شيخك وتعرضي على لوستك، لأنكم نتوما كلاب عضادين ما فيكمش الخير. والله يا خوتي هاد العائلة البعراوية راه ما فيهمش الخير. شفتي تعطيهم الدم ديالك تجيب دبل البرا وتعطيه ليهم، والله ما فيهم الخير، عضادين كيعترفوش بالخير. دابا انتي منين مشيتي كديري انونسمنت لخواتاتك، كتعيطي ليهم وتقول لهم مرحبا لخواتاتي ومرحبا ومرحبا، ليش ما قلتيش مرحبا على شيخك وعلى عدوستك وعلى طفلتك اللي كانوا كينوضوا مع الفجر، اللي كانوا كينوضوا مع الفجر يطيبوا المسمن ويطيبوا الحرشة واللوم، تعطي الماكلة للدجاج وتعطي الماكلة للبقر، وانتي كتبقي ناعسة وقت اللي قال لك راسك عاد كتنوضي، لانك ما قديتيش على عيشتهم. انتوما عاد تسمات عليكم عروبية، انتوما هاد البعراوية وبناتها. انا هذيك اللي قلت راه عرفتك البدوية، هضرتي عليا عرفتك. انا ما قلتش على بنتك كتكبر، ماشي على مريم، على الهانديكاب، على المونغوليان اللي عندك نجات، على المونغوليان. انا هضرت على ديك الهانديكاب، انا ما هضرتش على نجات، قلت لك كتكبر ورافعه راسها للسما، انا هضرت على نجات. وانتي عرفتيني هضرت لك على نجات، وعرفتي نجات كتطلع على التيك توك، وعرفتينا عرفناك كتبيع وتشري في بنتك، راه ما كاينش اللي غادي يشري من عندك. ساليتي سالي، شفتي ولو شفتي البعراوية، اقسم لك بالله، وتعري بحالي ولداتك امك، القناة ديالك ما غتبقاش تطلع، وتعري تولي زبطة قدام الناس، قناتك ما غتبقاش تطلع، لأننا أولا الناس عاقوا بكم، عرفوك حرفوك سمتالة، وعرفوك نصابة انتي وبناتك، وعرفوكم ما فيكمش الخير، عضادين عضادين، كتعضوا الليت اللي كتمد ليكم ديال الخير، ما كتعترفوش بالخير. شفتي ولو داك الشمكار ديال فرنسا وليدك، داك اللي في فرنسا وليدك راه دار معاكم الخير، ولكن ما اعترفتوش ليه بالخير ديالو، بناتك ما اعترفوش بيه. علاش؟ باغيين يبينوا ريوسهم بلا ام شي حاجه، ام نتوما راه ولا شيء، نتوما راه ولا شيء عند الناس. انا لحد دابا ما عرفتش علاش الناس ما خرجتش من عندكم باش تربيكم، باش تقولوا الله حق، باش تعترفوا بالناس اللي وقفات معاكم، باش تعترفوا بهذاك المسخوط امه، تعترفوا ليه بالخير اللي دار معاكم مسخوط امه. انا راه ما غنجيش منه نقول مسكين، عطيه سكينه اللي ضربه، ولا انتوما ولا هو، ويستاهل ويستاهل تجفوا عليهم كاملين. شفتوا هذوك اللي عطاوكم واللي رفعوكم واللي استهزوكم في العماريه، ويستاهلوا، انا من عندي يستاهلوا، مازال يعطيكم فوق الراس
وكتقولوا لهم امين، انتوما يا اللي انكم كابرين في القمع، لو ما كنتوش كابرين في القمع في الزنقه وفي الدار وفي المجتمع المغربي ما غتكونوش مدلولين، ولكن مدلولين مقموعين. دابا ديك القمع ديال القمع اللي مقموعين كتخافوا تخسروا دوك الناس، كتعطيهم مالكم، رزقكم، رزق ولادكم، كتصيفطوه ليهم، وفي الاخر ما عندهمش حتى ديك الشكرا. شكرا ما كيعطيوهاش ليكم. شكرا، الله يكثر خيركم، وقفتوا معانا 7 شهور ولا 8 شهور، وكلتونا وشربتونا وهزيتو لنا ولادنا وقريتو لنا ولادنا، فوق من 13 مليون اللي جاتكم ديال السوبر شات، ها ما اعترفتوش بيها عند الناس. دابا عاد الا كانوا فعلا هاد الناس باقين اغبياء وكيصيفطوا ليكم، ما عندكمش الكرامه، ما عندكمش الكرامه. وانتيا الكازاويه، انتيا الكازاويه، الا ما كانتش عندك الكرامه ما تبقايش تطلعي لا عند البدويه ولا تهضري على بناتها. ولكن انا كنقول لكم مقموعين، القمع سارح لكم في الدم، القمع كابرين وسط القمع، وصحاب القنوات كيقمعوكم وكتطلعوا بحال الكلاب عندهم، كتطلعوا بحال الكلاب. وحدة أنا نطلع عندها وتقول لها ما تعطيهاش كلامونيك، ها بلوكي فلانة، ما عرفتش اش كتاكلوا المغاربه. اما الدل اللي فيكم والله ما شفتوا عاد شي حد، هاد الدل اللي شفناه فيكم المشاهدين ديال، انا ما كنعممش، انا كنهضر على الناس دوك المشاهدين اللي متبعين البعراويه وبناتها، اللي متبعين البعراوية وبناتها وصحاب القنوات اللي متبعينهم وهازينهم في الأمارية. أنا ما كنهضرش على، ما كنعممش على الناس كاملة، المغرب جاهل ولا مقموع، لا لا لا، أنا كنهضر على ناس دوك اللي متبعين البدوية البعراوية وتريكتها بحالكم نتوما، خاصكم تخرجوا من عندهم باش تربيوهم، باش تربيوهم. تفرجوا في صحاب القنوات اللي عندهم المليار، كما كتقولها مليار جوج مليار هي كتقولها، تبعوا شوفوا الناس الاحترام، شوفوا الناس الاحترام. وانا لما احترمتش داك الناس المشاهدين ديالي راه غادي يخرجوا من عندي. الا جات وحده وقالت لي واو دوك النضادر خايبين، ما عرفتش عليها، غنقول لها علاش خايبين، اشنو فيهم اللي خايب؟ الا كانت هي داك التريكو ما زوينش، ما جاش مع اللون ديالك، غنقول لها الله يكثر خيرك، غادي نحيد، غنقول لها غادي نشوف، غتقول لي ما جاش مع الوجه ديالك ولا ما جاش مع الشعر ديالك، غادي نحيدو ما نبقاش نلبسو، غادي نشوف شي لون اخر. الا قالت لي ديك الكلمه راه قلتها راه ماشي هي هذيك، كنقول لها الله يكثر خيرك فهمتيني. هادو هما صحاب القنوات، الا بغيتو تحترموا الناس اللي كيدخلوا عندكم، لانهم هما اللي مطلعينكم، راه يحيدوا من عندكم، راه ما تبقاوش تسواو فرنك، ما تسواوش، راه بيهم هما باش كتاكلوا المام بدوك المشاهدين اللي عندكم. دوك المشاهدين لو ما كانوش المشاهدين وكان اللايك ها وكان الكومونتيرات راه ما غتاكلوش المام، راه كرة باقا كتسرحي، باقا كتبيع البيض، تبيع البقولة البعراوية. ولكن لقيتو ناس
لقيتو ناس محترمين، لقيتو ناس مزيانين، ولكن هاد المرة أنا كنظن الناس خاصها تخرج من عندكم، خاص الناس تخرج من عندكم، خاصكم الناس ترجعوا لكم الاعتبار ديالكم. راه ما كاينينش هما في اليوتيوب كتفرجوا فيهم، اليوتيوب عامر، لو بغيتي تفرجوا في المشاكل والصح وكاين على افا منيشي، كاين هي ولادها مكلخين، وانت يا راجا طلعي قولي للناس راك شريتي، وريهم وري الكونترا دار اللي درتي مع المرا، حيت الكونترا دي ديالك راه كدار ديال عام، ورينا الكونترا ده، وما تطلعيش تكذبي على الناس تقولي مكريتي، ما كاينش الكره في العربيه، ما كاينش الكره في العربيه، ما كيكريوش الناس في العربيه.